كالعادة هنبدأ مع حضراتكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي للتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي حول إتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توفر المخزون الكافي عند المستويات الأمنة. أيضا متابعة رئيس الوزراء لمشروعات مراكز الشباب اللي بيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأخبار تانية كتير هنتابعها مع حضراتكم. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات، وده في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توفر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة. وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى أنه ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي بيحتل أولوية قصوى لدى الحكومة والبنك المركزي، علشان كده بيتم العمل على تنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع السياحي، فضلاً عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج وغيره. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع عقده مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية، وشهد الاجتماع تقديم شرح تفصيلي لموقف المشروعات الشبابية اللي بيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي بتتضمن تطوير 984 مركز شباب بالمرحلة الأولى من خلال الوزارة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار وموقف برنامج العلاج على نفقة الدولة. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية مبادرة قوائم الانتظار اللي بيستفيد منها أعداد كبيرة من المصريين، وفي تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الموقف التنفيذي لها. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة ملف السياحة الصحية، وأكد رئيس الوزراء أهمية الترويج لمنظومة السياحة الصحية بشكل أكبر، وقال إن الحكومة بتستهدف إقرار برنامج متكامل لمنظومة السياحة الصحية والعمل على تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد بيان عملي للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، وده باستخدام أحدث أساليب التدريب المتطورة وفي إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك وصول فريق الألعاب الجوية البريطاني Red Arrows إلى إحدى القواعد الجوية المصرية لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية تنفيذ العرض الجوي هيرجادا إير شو 2022، وده فوق مدينة سهل حشيش في 30 من نوفمبر الجاري. كمان امبارح نظمت وزارة الداخلية احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً بدار مراسم الشرطة بالجزيرة، وتم تسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأول في كل مرحلة تعليمية. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، منها تسليم 70 كرسي كهربائي متحرك ومساعدات مالية وعينية لذوي الهمم في محافظة المنوفية. من الإعلان عن انطلاق البطولة الدولية العربية الأولى للهيجن والتراث في شرم الشيخ يوم 20 يناير القادم، ومنها أيضا بدء العمل في أكبر مشروع لتغطية مصرف السيل في محافظة أسوان، وأخبار أخرى هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنوفية اللي تم فيها تسليم 70 كرسي كهربائي متحرك ومساعدات مالية وعينية لذوي الهمم، وكمان تم تسليم مساعدات مالية ومواد غذائية ل50 حالة من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية من الأسر المستحقة بإجمالي تكلفة قاربت على 1.5 مليون جنيه. في جنوب سيناء تم الإعلان عن انطلاق البطولة الدولية العربية الأولى للهيجن والتراث في شرم الشيخ يوم 20 يناير القادم، وهتستمر لمدة 4 أيام
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة العديد من الدول العربية. في كفر الشيخ شهد مستشفى العبور للتأمين الصحي بالمحافظة إجراء أكثر من 90 عملية جراحية متنوعة بوحدة الجهاز الهضمي والكبد للقضاء على قوائم الانتظار. في الإسكندرية أعلنت مستشفى شرق المدينة التابعة لمديرية صحة المحافظة عن اعتماد قسم الطوارئ بالمستشفى كأول قسم طوارئ على مستوى الجمهورية بيقدم خدماته عبر منظومة الاستشارات الطبية عن بعد. في الدقهلية افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة معرض الجامعة الـ11 للكتاب واللي بتنظمه المكتبة المركزية بالجامعة خلال الفترة من 27 نوفمبر والحد 7 ديسمبر. في البحيرة قال المهندس بدر محمد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إنه تم الانتهاء من زراعة 65 ألف من محصول القمح من إجمالي المستهدف زراعته 418 ألف فدان بنطاق المحافظة، وكمان تم توزيع 238 ألف كرت للفلاحين في المحافظة. في أسوان أعلن المحافظ اللواء أشرف عطية موافقة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم على بدء العمل في أكبر مشروع لتغطية مصرف السيل بطول 2530 متر وبتكلفة 365 مليون جنيه. المشروع بيسهم في القضاء على أكبر بؤر التلوث بالمدينة وبيستهدف تغطية المصرف المجاور لمناطق سكنية ذات كثافة سكانية عالية. في الوادي الجديد بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها بقرية الجديدة في مركز الدخلة، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة هتستمر يومين وبتستهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة وتوفير كافة الأدوية بالمجان. في بورسعيد تفقد المحافظ اللواء عادل الغضبان سير الأعمال الإنشائية داخل مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وقال إنه هيتم تشغيل المصنع قريباً.